مرحبا يا حلو، تعرف لي شي تواليدات عمي لازمني إلي؟ هيو بتروم من هون يلا ووقف عالسوكي في لحام اسمه أبقاعود، يخرب بيته سقاد غشاش، بيه لحم قطاط وحمير، أنا ما باخد من عنده، باخد من الحارة اللي بعده عن لحام اسمه أبو النور، عنده لحمة كويسة ونظيفة. يستر على أختك، اللي وين فيه لأنه لحق. المهم ايش بدك بتطول السيرة، بتتركه وبتمشي لقدام في سوبر ماركت الحنان، ببيع صابون وزعتر ورز وسكر وادوية غسيل، بس كتير غالواتي، لا تاخذ من عنده، خذ من عندي الجنبو، صعيدي كان صغيره بس اسعاره منيحه وكويسه، بكون ابن عمتي قال له من طرفي براعيك. لك الله يوفقك يا ابو الشباب، انا سالتك على التواليتات عمي، ما سالتك على سمان، لحقني الله يخلي لك شبوبيتك الحلوه. ايش بدك طولة السيرة، بتحط السمان بظهرك وبتفوت بالحاره اللي قدامه، بوشك بيجيك بزوريت الاستقلال، ببيع شاي وزهورات وبابوناج كركديه ولوز وصنوبر وفستو، بس كتير غلواتي، لا تاخذ من عنده، انا باخذ من سوق الطويل من عند هذا، ايش قال اسمه، اللهم ما صلي على النبي، اسمه سليمان حسن، ابو سليمان عنده بضاعه كويسه ونظيفة. يستر عرضك يا ابو الشباب، انا خالص. وانا رايح اخلص. المهم في دخلي في مصبغة صاحبها اسمه ابو ياسين، اسمع القصة على ابو ياسين، بزماناته رحنا لنخطب بنته لابن اخته لعديلي، ما عطونا الولد، اتجوز وحده بنت الطويل، ابوها بيشتغل بالعصرونيه، عنده محل ادوات منزليه، وين بياخذ من الحديد. المهم ايش بدك بطوطة هالسيره، خلاص وقف، بتوصل على الحديقة، في واحد ببيع درع اسمه ستيف، هو بيعرف وين تواليتات، انا ما بعرف، يلا خاطرك تأخرت.